قابلت مع سي حمود ابو سنه الله يرحمه، متحسن معناه رجل معروف، متحسن معناه بالشاشيه عربي، كبيته طويله وكرشك ومشهور بالكارت فيزيت نتاعو، كارت فيزيت طويله متحسن فيها القاب ونياشين، متحسن معناه كارت قدك متحسن معناه، وما يكفيش متحسن وتلقى من تحت تي اس في بي تورني سيل فو بلي، مازال مازال سي حمد صاحب الطابعة نثبت عليه، رجل كبير هكا متاع كذا صاحب الطابعة، هو الطابعة هو معناها خطة، هي معناها اللي في يده الطابعة خزنة دار، معناها اللي حارس الخزنة اسم ان بتي نو هكا مصطفى متاع كذا، وقت اللي يولي خزنة دار يولي يتسمى مصطفى خزنة دار، قائد السبسي، أنا كان قائد متاع السبسي، لاهب السبسي متاع البيت، وعنده كل حاجة متاع حسن قائد متاعها حتى من القصرية متاعه، وعنده قائد ملا هذه وقت اللي يمشي للميحاد متاع حسن تم موسيقى تضرب يقول نعرفه يقول ها أو مش الميحاد وصف في الدباش متاعي وفي الكوادر متاعي والكوادر متاعي نلقى الدريسة متاع المرأة هذه متاع حسن معناها هذه مدام الفراء، مدام ذوب الفراء، المرأة هذه اللي مش تكون تعاشر معه. اشكون اعطاها لي الدريسه هذه؟ اعطاها لي واحد انسان معلم فرنساوي يحب التوانسه ياسر، يحب التوانسه ياسر ويلبس بالعربي انت حصل معناها واسلم وشطهر انت حصل معناها، قلت يا ودي لواش انت حصل تو راجل في العمر هذا انت حصل تمشي تعمل عمليه جراحيه انت حصل معناها وكذا، يا السنه انت حصل مش ضروري الاسلام. وباش كانش عايش بابنسكي تقاعد بتاعه كان ملازم العسكرية كان يقبض 45 فرنك في العام، وكان كل مرة وين يقبض انت حصل معناها يقيدوه، المرة الأخرى اللي قبضت انت حصل معناها نهار 30 مايو 1925 هو مات عمر 26، كان مريض في الفرش ما كانش نجم يمشي يقبض الفلوس بتاعه، وحداش فرنك ما عادش عنده اهميه. كنت كيف نقابل وزير الماليه نقول له راحنا ما زلنا نسالوك، راحنا نسالوك في فلوس الدوله. بابا بعد معروف تحصل معناها يجيو يزورونا هكا بنيات تحصل صغار يقربونا، تغرمت بيهم هكا وليت عندي ثم عاطفه هكا تحصل الزهره هكا عجبتني. عاد ما ماتي لاحظت في بعض شيء هكا شادت جريدة وطردتهم إيه مقدمت شر ذهبوا في شيرة ولدي متى حصل إيه عندو قاعدين نتعشاو متى حصل بعد نقول له شوف يا زهرة يا حبيبة ما عندكش بخت، لو كان ما ترددتكش انت الحصل، لو كان رجعت ركتها وانت في القصر في قصر كرتان تقول ليش نعم ما عنديش بخت ما كنش نعرف ما كنش نعرف بمعنى احرار في السياده، لكني في الحياه والحاجيات اللي احنا بيدنا ما عادش نستغنوا عليهم في يدهم هما، وتصليحهم في يدهم هما، بحيث ما زلنا ونتحدى امريكا. كنت تتحداها بعد شنو النتيجه؟ النتيجه تاكل طريحه، الطريحه تولي سينا مثل حصل معناها اللي مشينا نحرر في فلسطين، سينا ولا تعديو او التحدي إذا كلاب